لم تقتصر أحداث الطيونة على سقوط قتلى وجرحى، فالتحقيقات التي تتولاها المحكمة العسكرية تمهد لاشتباك سياسي جديد وطرح الثقة مجددا بالمحكمة العسكرية التي تسلمت الملف قبل أيام. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي سارع إلى الادعاء على 68 شخصا وكل ما يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا بالنيل من سلطة الدولة وهيبتها. لكن التوقيفات التي طالت بمعظمها مناصري حزب القوات اللبنانية أثارت موجة أسئلة في بيروت بشأن شفافية التحقيقات. نحن حابين نعرف الادعاء بحيازة أسلحة غير مشروعة، هل هو ادعاء بيشمل كل يلي الناس شافون حاملين كميات الأسلحة والار بي جي وغيرها على التلفزيونات؟ هل الادعاء بإثارة نعرات طائفية هل بيشمل كل يلي فاتوا اقتحموا عين الرمانة وكانوا عم بيصرخوا شيعة شيعة ويكسروا ممتلكات الناس؟ بكل أسف يكون في البعض بسنة 2021 عم بجرب يعمل فبركة للملفات ويقوم بادعاءات باطلة ما في إلها أي أساس من الصحة. ساعات قليلة تلت الادعاء قبل أن ترسل المحكمة العسكرية ما يبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بموعد جلسة للاستماع إليه شاهدا الأربعاء المقبل، تطور حمل دلالات على توافق مسار القضية بين المحكمة العسكرية ورواية حزب الله للحادث. عم نحكي اليوم عن محكمة عسكرية اللي هي معروف شو ميولها منذ ملف العملاء بال 99 وجاي وبملف ميشيل سميحة وبكل الملفات الأمنية اللي هي لها لون معين مصبوغ بصبغة حزب الله، وشي طبيعي بدها تلحق الاتهامات اللي وردت بخطاب أمين عام حزب الله. تنذر تطورات ملف التحقيقات في أحداث الطيونة أن ما سيليها قد يؤجج الخلافات، لكنه سيثير مجددا مطالبات بإلغاء المحكمة العسكرية بسبب اتهامات بتنفيذ أجندات أطراف سياسية. قد يحرج حزب القوات اللبنانية تبليغ رئيسه بجلسة استماع له، وربما يستدعي ذلك ردود فعل على هذا التطور، لكن بيروت منشغلة اليوم باحتمال وجود مخطط يقود إلى اشتباك سياسي، وربما ما هو أبعد من ذلك، بين حزب القوات اللبنانية والجيش. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.